صباح الخير وحلقة جديدة من مطبخ آسيا وحلقة جديدة برضو من أسبوع الفطير اللي كنا بنتكلم عنه. النهاردة هنعمل فطاير أو معجنات فرنساوي بعجينة الفطير. لما بتكلم على الفطاير الفرنساوي أو المعجنات الفرنساوي يبقى أنا قصدي على الفينوازغي اللي اتشهرت بيها فرنسا واللي هي الباتي والكرواسون والدانش والحاجات دي كلها، بس هنعملها النهاردة بعجينة الفطير وممكن تطلق عليها اسم أو زي ما بنسميها احنا في المغرب فطاير بريستيج، لانه بتبقى سواري وجميله جدا بعجينه الفطير. والعجينه دي مناسبه بس مش للعزومات وللتغيير، كمان مناسبه في رمضان على الفطار او على السحور زي ما تحبوا. اول حاجه انا هعملها هي عجينه الفطيرات دي. العجينه بتاعه الفطير اللي انا هعملها في الفطيرات دي هتبقى شويه مختلفه عن عجينه الفطير العادي. هحتاج 4 كوبايات من الدقيق. الحلقة النهاردة تقيلة وفيها خطوات كتير، فعشان كده هنمشي شوية بسرعة. فهقول العجينة اللي مهمة 4 كوبايات من الدقيق وكوبايتين كبار من السومولينا الناعمة، واللي قلت اللي هي بتبقى ناعمة جدا، احنا في المغرب بنسميها دقيق الفينو من كتر نعومتها. هحتاج 2 كبار من البيكنج باودر، لانه البيكنج باودر هي اللي هتخلي لي الرقات بتاعه الفطير تفصل من بعض وتنفش وتديني في الاخر نتيجه للفينوازغي او للمعجنات الفرنساوي يعني شكلها حلو. هحتاج كمان 2 كبار من السكر، من معلقه لمعلقتين، لانه السكر هو اللي هيحمر الحاجه في الفرن حلو قوي. وهحتاج طبعا الملح، 2 معلقة صغيرة من الملح. وهحتاج مادة دهنية، أنا عندي 2 كبار من الزيت النباتي، مش هيبقى فيها كتير، 2 كبار. وهحتاج حاجة تدي للعجينة بتاعتي طعم حلو، وغالبا أنا هستخدم مثلثين جبنة أو مكعبين، لكن أنا من الناس اللي بتحب تشتغل بالمثلثات بتاعت الجبنة عامة، مثلثين جبنة كده. هجيب بقى المية الدافية اللي هشتغل بيها، بس دي سخنة قوي شوية، عايزة ادفيها بس. وهبتدي اشتغل العجينة بتاعة الفطير. هخلط المكونات دي كويس قوي مع بعض، وهبتدي انزل بالمية بالتدريج. المية لسه سخنة، دايما العجينة نشتغلها بمية دافية بلاش مية سخنة بالشكل ده. وهنزل بالتدريج لحد ما لم العجينة وتبقى معايا عجينة متجانسة زي عجينة الفطير او اي عجينة من العجائن اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده، غير لصقة، معجونة كويس ما فيهاش عرق وناعمة. وبنسيبها تخمر فترة من الزمن او يعني ترتاح، لانه عجينه الفطير ما فيهاش خميره فما بنخمرهاش، احنا بس بنخليها ترتاح فتره عشان خاطر نعرف نشتغلها. اظن العجينه مش عايزه اضيع فيها وقت، لانه تشكيل الفطاير مهم عندي من العجينه نفسها، لانه العجائن اتكلمنا عنهم كتير، وممكن ترجعوا للموقع او لليوتيوب هتلاقوا كل حلقات العجاين بتاعه الفطير، وهتشوفوا القوام وكل اسرار نجاح العجينه. انا هركن العجينه دي هنا على جنب، وهبتدي اشتغل في اللي انا مجهزاها قبل كده. خلينا احطها هنا مثلا. العجينه اهي عندي 2، يعني ممكن اشتغل بالكميه الاكبر عشان خاطر كنت عايزه اوريكم الشكل بيبقى عامل ازاي. دلوقتي هشيل دي، او خلوني احط عليها الفطير واشيله على جنب. العجينة بتاعت الفطير لازم نقسمها على 24 قطعة. ال 24 قطعة دول بيعملوا لنا 3 اشكال من الفينوازغي او الفطاير الفرنساوي. فهشتغل جزء بجزء، وطبعا لما بنقطعها في المرحلة دي وبنريحها بتبقى أحسن وأحسن. اهو العجينة مرتاحة وحلوة وسلسة معانا، والخميرة أو البيكنج باودر اللي حطيناها فيها برضو بتساعد كتير في موضوع الفطير ده، ولو ادعكت كويس حتى لو ما فيهاش بيكنج باودر العجينة بتكون مريحة وحلوة. هغطي دي واشيلها على جنب.
هنشتغل نوع نوع. هاخد بقى دي احطها هنا، وهجيب بقى العجاين او الكور بتاعت العجينة بتاعتي جنب كده. طبعا العجينة دايما نغطيها عشان ما تنشفش. هنقلهم هنا احسن. هنركز دلوقتي بقى بالشغل. هجيب عندي سمنة او زبدة صفرة سايحة، وهحتاج كمان زيت نباتي. قلنا دايما التشكيل بتاع الفطير بيتم بالزيت عشان خاطر يفرد معانا كويس، لكن التوريق اللي بيخلي الطبقات تفصل من بعض يتم بالزبدة عشان اخف او عشان احسن. فهاخد الكورة الاولانية وابتدي افردها على شكل دايرة رفيعة قوي. الفطير ده لازم يبقى رفيع قوي. قلنا انه لما تشوفوا العجينة هتتقطع نريحها ثانيتين، بعد كده هتبتدي تفرد معانا على مهلها، والزيت هو حبيبنا في الموضوع ده اهو بالشكل ده. انا بشتغل على صغير، بس انتوا طبعا لو قسمتوا العجينة اللي احنا بنشتغل بيها على 24 هتديكوا كور كبيرة، بس انا بشتغل على كور صغيرة. طيب بالشكل ده، وهاخدها احطها هنا. خلونا اوسع لها مكان عشان اشتغل كويس. هاخدها احطها هنا، يعني عايزة كورة كده بالشكل ده او مربع، يعني حسب الفطاير اللي هتعملوها، وتعملوا بالزبدة عشان منها ما تنشفش ومنها كمان تورق الحاجات او الطبقات. عندي هنا شوية سمولينا، دايما انا بورق بالسمولينا. هاخد تاني كورة جديدة وبالزيت النباتي ابتدي افرد بالشكل ده الكورة لحد ما ترفع معايا كويس قوي. انا دلوقتي بحاول اعمل نفس مبدأ الباف بيستري بس بعجينة الفطير، وصدقوني بتبقى شكلها حلوة. الفطاير البرستيج دي تبقى حاجة عظيمة ومفتخرة وجديدة. تنسوش ان كلنا احنا الستات بنحب المعجنات، والمعجنات الكل بيحبها، محدش بيقول لها لا في اي عزومة. هاخد تاني احط الطبقة دي فوق دي، بس خلوني اوسعها شوية كمان. بالشكل ده. وهدهنها تاني بالزبدة واحط شوية سمولينا، وهكذا لحد ما اخلص التمن كور، يعني سبعة لتمانية، بس هي التمانية بتبقى احلى لانه بتظبط معانا كويس قوي العجينة وبتعمل رقات حلوة لما بتستوي، بتبقى نافشة وجميلة. تاني ونجيب تاني الكورة دي ونحطها على العجينة بالشكل ده، وهي كل ما بتريح كل ما بتفرد. نحط تاني الزبدة ونحط السمولينا، الكورة الرابعة والخامسة، شوية زيت. نبتدي بالشكل ده. اظن كده فهمتوا الفكره عامله ازاي. يعني انا بحاول اعمل رقات من العجينه زي مبدا الباف بيستري، لكن انا بعملها بعجينه الفطير اهو. وناخدها تاني ونحطها على الرق الاولاني، ناخد الزبده تاني اخر واحده. انا عايزه قبل ما اطلع فاصل على الاقل اوريكم شكل، وبعد كده نرجع نكمل الاشكال على الرواقه. هفرد اخر كوره معايا. بالشكل ده. وهاخدها احطها هنا. طيب دلوقتي العجاين دي اهي
بعد ما ريحت بعمل لها او بفردها تاني عشان تفرد، لانه كل ما بتريح بتفرد معايا تاني وتالت. طيب مثلا دي عملتها على شكل مربع، اوكي. هاخد مثلا العجلة بتاعت البيتزا او المشرشرة زي ما تحبوا، وهاخد اقطعها كده على شكل شرايط بالشكل ده. هسوي لها الاطراف بس، وهاخد اي حشوة سواء الحشوات الباردة او الحشوات المطبوخة، هنعمل ده وده. دي مثلا قرديحي هنعملها بشوية لانشون بالشكل ده، وهنعمل الزيتون المفروم بالشكل ده برضو. هعمل تاني الناحية دي اهو، والزيتون الناحية دي كمان، او الجبنة حسب اللي متاح عندك. وهاخد بقى اقطعها هنا، يعني عايزة اطلع منهم 6 فطاير، وهلفها كده زي الباتي بالشكل ده، ودي برضو بالشكل ده. والعجينة مليانة زبدة وهتتورق في الفرن وهتبقى لذيذة خالص اهو. بالشكل ده، وكده انا عملت باتي في الفصل الاولاني بعجينة الفطير او باتي بريستيج، يعني هيبقى باتي سواري صغير حلو قوي. وهطلع فاصل. طبعا العجينة دي لازم ندهنها بصفار بيضة، وصفار البيضة بنزينها بالسمسم والحبة البركة. انا هطلع فاصل، هكون فردت تاني شوية عجينة، ونرجع بعد الفاصل نعمل الشكل التاني من انواع الفطاير او لافيان وازغي اللي بنعملها النهاردة بعجينة الفطير. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم انه النهارده بنعمل فيينوازغي او فطيرات او معجنات فرنساوي بعجينه الفطير الشرقي. الفصل الاولاني قلت ازاي بنقسم عجينه الفطير وبنفردها على 8 طبقات، وبعد كده بنشتغلها باتي او كرواسون او زي ما انتم عايزين. فانا دلوقتي حضرت حشوه سخنه عشان خاطر الفطير السخن او المحشي بالحشوه السخنه، وبحضر كمان العجاين او قرص العجينة عشان اشتغل نوعين تانيين من الفطير. طيب عندي دي انا مريحاها، قلنا عبارة عن 8 طبقات، ودي حاسبها لسه فاضل فيها 5 طبقات او 3 طبقات تانيين، وهشتغل دي. طيب دي انا هحاول اعمل منها كرواسون، فاعملها على شكل قرص بالشكل ده، وهحشيها حشوة سخنة. قلنا دول 8 طبقات عجينة فطير، هاخدها اقسمها زي البيتزا كده بالشكل ده، وهاخد كل مثلث زي ما بنعمل برضو الكرواسون، هفرده كده وهفتحه من هنا، هاخد شوية. انا لما بعمل فطير بشتغل بايدي، هاخد شوية من الحشوة كده. دي حشوة خضروات، انا عاملة شوية بصل مبشور مع كوسة مبشورة ناعم مع جزر مبشور، وبهرتهم في شوية زيت وخليتهم يلفوا مع بعض في الطاسة. بعد ما بينزلوا كل السوائل بحشي بيهم الكرواسون او الباتيه بتاعي حسب ما انتوا عايزين. ده شكل الكرواسوناية الصغيرة اللي بعجينة الفطير. شفتوا الموضوع لطيف ازاي؟ هعمل نفس الموضوع هنا، هفتح من هنا الكرواسون او العجينة، هاخد شوية من الحشوة والف، وانا بدي القوام او الشكل بتاع الكرواسونية اهو. نعمل تاني كم واحدة. الموضوع ممتع وصدقوني فكرة جديدة وحلوة للناس اللي بتحب الفيينوازغي او الفطاير الفرنساوي اللي بناكلها بره دي، بس بحاجة شرقية بتاعتنا. وقلت الحاجات دي مناسبة جدا في رمضان، ما عندكوش فكرة جميلة ازاي. هلف تاني بالشكل ده اهو،
ولما بنخلص بندهنها بصفار البيض ونديها شوية حبة بركة أو جبنة أو سمسم حسب ما انتوا عايزين. ومش ضروري تبقى الأحجام متساوية، لأنه في الأول وفي الآخر دي يعني بناكل فطير حاجة شرقية، فمش ضروري الحجم يبقى متساوي. هحطهم هنا الصاج اللي أنا شغالة عليه بالشكل ده. هقرب الصاج مني أحسن، ممكن أحطه هنا عشان يبلكوا، وهكمل. بالشكل ده اخد تاني شوية من الحشوة. واظن كده فهمتوا الفكرة، بس انا حابة اوريكم كل الاشكال اللي ممكن تعملوها من العجينة دي، يعني هنعمل كل الاشكال اللي بينوها صغير متاحة. كده، ودايما خلوا مسافة ما بينهم. كده كده هو مش هيفرش قوي لانه مجرد بيكنج باودر، لكن برضو لما نخلي مساحة في الفرن بنريحهم على قد ما يقدروا. اهو، وانا مش هطول في الشكل ده، هشتغل في الشكل التاني عشان وقت الحلقة. كل اللي هعمله دلوقتي انه هدهنهم بصفار البيض، منها صفار البيض مش هيخليهم ينشفوا، يعني حتى لو ما غطيناهمش ما هياش مشكلة لانه مش هيبقوا مدهونين بصفار البيض. اهو، وهاخد شوية سمسم او حبة البركة. خلينا نعملهم بحبة البركة لانه الاولانيين اتعملوا بالسمسم. كده 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 وكده، هركنهم هنا على جنب. وهشتغل النوع الثالث. النوع الثالث هعمله بالجبنة واللانشون. اهو انا مريحة دول، هاخد شوية زيت وهفرد. شفتوا كل ما بتريحوا العجينة بتبقى حلوة ازاي؟ هفردها على شكل مربع لانه دول عايزة اعملهم زي السينابون او زي الدانش رول كده ملفوف، فعايزة اديله الشكل المربع بالشكل ده او المستطيل. هاخد هنا عندي اللانشون المفروم، هوزعه بالشكل ده وسط العجينة. كل المكونات دي موجودة في البيت، ممكن تتفننوا، ممكن تعملوا الحلو بالشوكولاتة والزبيب، ممكن تعملوا كمان بالمربى بالكاستر، يعني كل الحاجات مش هتقولها، بالقشطة بالعسل. المهم انا بدي بس النهاردة حشوات حادقة على اساس ان الحادق بيبقى مطلوب اكتر. شوية جبنة بالشكل ده، اي نوع جبنة بتحبوه. وهبتدي الف كده العجينة زي ما بلف السينابون. طبعا هي مش هتبقى عجينة زي بتاعت السينابون، مش هتبقى مريحاني قوي في الشغل، هتبقى ناعمة قوي بس هتلف ما تقلقوش. اهو، وهنمشي كده لحد ما تلف العجينة معايا. هجيب سكينة دلوقتي وهنعملها زي الدانش، هشيل الأطراف دي اهي، هقطعها كده واسيبها ترتاح شوية قبل ما افرق او ابططها زي الدانش عشان تبطط معايا كويس. بس كده هوريكم بس شكلها بيبقى عامل ازاي. بتبقى حلزونية كده، طبعا لما بنريحها شوية بتتبطط كده، يعني ميني ميني دانش صغير بالشكل ده. حتى ده ما بيدهنش لا بيض ولا اي حاجة لانه محشي، فالزبدة هتحمره. ودي كانت فطيرنا او معجناتنا النهاردة، او لافينوازغي بعجينة الفطير. كل ده بيدخل الفرن على درجة حرارة 180 نفس تسوية الفطير لمدة
يعني نقوله 20 لـ25 دقيقة فوق وتحت الرف في النص عشان خاطر تتحمر الحاجة من تحت وفوق. أفكركم إن إحنا النهاردة عملنا مع بعض فيينوازغي أو فطيرات بعجينة الفطير. قلنا العجينة دي عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق، 2 كوباية من دقيق السومولينا الناعم أو الفينو، عملنا فيها كمان 2 معلقة من زيت النباتي، 2 مكعبات أو 2 مثلثات من الجبنة، وعملنا كمان 2 كبار من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من السكر والملح. عجناهم شوية مية دافية. قسمنا العجينة على 24 قطعة على أساس إن احنا نخرج منها 3 أشكال، كل شكل بنشتغله بـ8 قطع من العجين، يعني كل قطعة بنفردها زي القرص أو المربع، ندهن بالزبدة ونرش بالسمين ونحط عليها القرص الثاني وهكذا لحد ما يبقى عندنا رقات، وبعد كده حشينا بالحشوات اللي احنا بنحبها. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، عايزاكم تجربوا الفطيرات الحلوه دي، وعايزاكم تبعتوا لي صور وتقولوا لي ان الناس ضيوفكم واحبابكم وعيلتكم عجبتها الحاجات دي. اسبوع الفطير لسه مستمر، ويا ترى الحلقه اللي جايه هنعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. اشوفكم الحلقه الجايه.